السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. فاكيد اليوم كتقولوا اشنو وجدات لينا. اليوم جيت نشارك معكم طريقه ديال المانيكور ديال الضفيرات، كيفاش كندير ليهم. مهم الطريقه اللي كنستعمل المانيكور بلا صالون بلا حتى شي حاجه، يعني الصالون الا كانت حاله اضطراريه وما كانش عندك الوقت وبغيتيني تبدلي الروتين شويه وتفرحي شويه براسك. مي انا في الاغلب ديال الوقت كندير المانيكور في الدار. كاينين الناس اللي ما عندهمش لحس اللون، كاينه لاباري هادي، انا كنستعمل هاد لاباري ديال المانيكور، كنقلم بها الاظافير، كنقطعهم بها، كندير بها كل شيء، وكندير بها حتى الفيرني وكنشفو هنايا. فكاينين الناس اللي ما عندهمش، فاكيد يعني اشياء بسيطه كيكون واحد الباتوني على شكل عود، يعني كيعوض هذا كما كتشوفوا هنايا. هذا هو باش كنخدم، وهادو هما الريوسه باش كتخدموا. وفقط كيخصهم واحد داك المقص باش كيقطعوا دوك الجوانب فقط لا غير. كيخصنا شويه ديال الماء دافي وواحد شويه ديال الخل. القيطار اللي ما عندوش الخل يقدر يعوضه بالحامض. وكنحتاجوا واحد جلدوش عادي ديروه في سميتو، المهم اللي كان غير باش ينقي لكم الاظافر ديالكم من الاوساخ. بالنسبه للفيرني اكيد اللي بغى يدير الفيرني ديالو، اللي ما بغاش يدير لافرانش وحتى اللي ما بغاش يدير والو يخليهم طبيعيين. من بعد انا كندير واحد الماسك ديال زيت الجليسيرين، انا الناس كنستعملو بزاف في الوصفات ديالي، ما كنستغناش عليه حيت عرفت الاهميه ديالو والفوائد اللي فيه. وكنحتاجو يا اما معلقه ديال الزبده، الا ما عندكمش معلقه زبده، ولا الناس اللي بالنسبه للناس اللي كتجيهم حساسيه من الزبده يقدروا يستعملوا معلقه ديال الفازلين. يعني كنخلط معلقه ديال زيت الجليسيرين مع معلقه ديال الزبده، وكندير بهم واحد الماسك اللي يدين. فراه خطير الناس، ما نقولش لكم في الترطيب، راه كيصلح حتى اللوجه. هنا كنديروا حتى اللوجه مي كيكون الجو ناشف وكتكون ديك القشره ما بين الحناك وجهه النيف وسميتو، راه خطير فيه. المهم دابا غادي نخليكم، انا ديجا راه سبقتكم صايبت ليمنيه، غادي نصايب معكم اليسريه باش تشوفوها، حيت كتعرفوا صعيب باش تصايبي اليمنيه باليسريه، يعني كتاخذ الوقت. داكشي علاش غادي نصاوب معكم غير اليسريه باش ما نطولش عليكم الفيديو ونخليكم مع المراحل. اول حاجه غادي نديرها غادي ناخذ الخل ولا كما قلت لكم الحامض، وغادي ندير القيطات ماشي بزاف، كينقي لينا الاظافر ديالنا. وغادي ندير هاد الجلدوش، غادي ندير فيه شويه راه هادشي اللي كيديروا في الصالونات هاد الناس، وكيتقام عليك المانيكور بستين درهم، علاش لا ديريه في الدار جربيه شي مره. غادي نخلط هادشي، هنا كيما كتشوفوا راه الماء دافي، غادي نخلي فيه هاد اليد بحال هكدا واحد ثلاثة ديال الدقايق، كرونو حسبوا معنا. المهم على بين ما تحسوا بديك الجلده ديال الاظافر اللي هنايا ترخات ليكم، وديك الساعه غادي تبداو. بعد غادي نشف ايديا على هذا الشكل، غادي ندير ايدي فوطا وغادي نشفها، غادي نحيد هذا الماء على جنب، غادي نحطو وغادي نشف اليد ديالي، غادي نشفها بحال هذه الطريقه هذه، يعني نخلي شويه الاظافر مبللين باش حتى هكا ملي نكون كنحيد هاد ديك الخلايا الميته اللي في الجنب ايديا ما يتجرحوش ليا. المهم البنات كما قلت لكم انا غادي نحط شي هنا، وغادي نقرب لكم لاباري ديالنا. هي هذه لاباري، فهي راه كتشارجا بالضو، يعني عندها البريز ديالها، هذا عنده البريز ديالو كيتشارجا من هنا بالضو. بالنسبه للناس اللي باغا ياخذوها كاينه يا اما هذه كبيره، هذه باش زوينه بان على انها كتنشف صباغه، حتى ملي كديري الصباغه كتهشي هنايا وكتنشفي. اللي ما بغاش راه كاينين غير بحال هادو، كتقدري تهزيها معاك في الصاك، كاينه فيها بوشيت وكاينين فيها هاد الريوس ديالها، كتقدري تستعمليهم. بالنسبه للناس دابا غادي نحاول نحيد ديك الخلايا الميته اللي في الجنب، انا غادي ناخذ هذا الراس
هذا الراس كما كتشوفوا هي راه فيها بزاف ديال الريوز بالنسبه لهذا. الا بغيتي تقطعي الحجم ديال الضفر يعني بغيتي تنقصي منه هذا كتبردي به الضفر كتاخذي الحجم اللي بغيتي. وهادو كيحيدوا الخلايا الميته من القناه. هذا اوسي هذا كيبرد الضفر ديال الرجلين بما انه قاسح. وهذه هنايا كانت فيها بونجا بحال هذه فحتى هي كنستعملها كتمسحي بها في الاخر يعني كديري بها التلميع. وهذا حتى هو كيبرد الرجلين ديال الضفار. هنايا كان عندي واحد الباطوني ولكن هسه ليا الدراري ما عرفتش فين مشى. دابا غادي ندوزو على بركه الله. هذه لاخذ الفوطه نحطو بحال هكذا باش كما كتشوف راه كدير الصوت ولكن صوت خفيف وراه ما كتجرحش يعني بالنسبه للناس اللي غادي يخافوا غادي يقول لك راه كتجرح. المهم كنجيو على هذا الشكل هذا كنحيدو ديك الخلايا الميته كما كتشوفوا هنايا راه بدات كطير. بالنسبه للناس كما قلت لكم اللي ما عندهمش لاباري راه كاين الباطوني كيتباع راه كتحيدو به بحال هكا كتبقاو تزولو ديك الخلايا وكتقطعو بيان سور بداك المقص اللي كيتباع. ماشي كيبان ها كيبان كما انا بغيت بالاخص نشد لكم الضفر بالنسبه للناس اللي عندهم الضفار كيتهرسوا عندهم مشكل في الاظافر ديالهم فانا كنصحكم ديما ديسولفون ديال الضفار والصباغه راه كيقوي والمس الضفار. انا صراحه راه ما كندير لهم والو مره كندير لهم شويه ديال الحامض فقط. والصباغه الصباغه عن تجربه باش ما كتكونوا كتصبغوا ضفاركم بزاف فراه كيتقواو يعني كيقصاحوا ملي كديري هكذا الضفر وما كيتعوجش يعني كتعرفيه راه قاصح. وبيان سور التغذيه راه الناس اللي عندهم مشكل ديال التغذيه راه اكيد كيكون عندهم مشكل ديال الاظافر كيكونوا كيتهرسوا ليهم الضفيرات ديالهم فكنبقاو مستمرين على هذا الشكل. يعني راه ما كيديروش لكم زعما شي حاجه ما كايناش في الصالون غير الواحد كيبغي يفرح براسو داك لوفيت انك كتمشي للصالون يعني كتحسي براسك. المهم خرجتي من داك لا روتين ديال الدار وكتحسي براسك تهليتي في راسك. غير هو كما كنقول لكم ديما الواحد يتهلى على حسب المكونات اللي عنده. كما كتشوفوا هنايا الضفر انا عندي فيه بزاف ديال الخلايا الميته انا هانتوما راني كنزولو وكيولي حتى الحجم ديال الضفر كيكبر كيبان كما كتشوفوا. غندوزو الضفيه الاخر يعني العمليه بسيطه كما قلت لكم راه غير داك العود كيتسمى الباطوني راه كتبقاو تضحيو به بحال هكذا. من بعد ما كتكون اليد ديالكم درتوها في الماء شويه بقات واحد تقريبا ديك 5 دقائق الماء دافي شويه حيت انا هذه لاباري ديال الضو يعني كتحيد بسهوله واخا كاع ما نديرش يدي في الماء غير كديريهم باش تفاديا باش ما يتجرحلكش الضفر ديالك. وحتى سميتو وحتى باش يسهل العمليه كما كتشوفوا كما قلت لكم راه حتى الضفر كياخذ الحجم ديالو كيبدا يبان حيت هذا اللحم الزائد هذا راه ما كيخليش الضفر يبان واخا كيكون عندك الضفر. هانتوما كتشوفوا الفرق الضفر ولا كيبان كبر. شوفوا هذا كيدير غنوريكم دابا كيفاش غادي يولي. انا نتعمد ندير هكا حيت الا درت هكا ما غاديش يبان. كنتمنى البنات تعجبكم هاد الطريقه ويعجبكم الفيديو ان شاء الله. ما بغيتش ندير لكم فيديو لجوج باش ما نطولش عليكم الفيديو. كما كنقول لكم دائما تهلاو في راسكم بالموجود ماشي ضروري تصنعوا شي حاجه اللي ما كايناش. كل واحد الله يحسن العون على حساب الطاقه ديالو على حساب شنو عنده. كما كتشوفوا انا هاد لاباري صراحه كانت جاتني هديه وجاتني من عند مرتوسي كنوجه ليها تحيه من هذا المنبر. شكرا بزاف صراحه ملي كتجيك شي حاجه بحال هكذا وكتحافظي عليها مده دابا تقريبا اذا كانت كتشوف الفيديو راه غادي تعرف شحال من عام هذه دابا راه 13 عام تقريبا
شكرا بزاف. صراحه الحاجه ملي كتكون زوينه وكتكون معطره كتصبر وكتبقى. هانتوما كيما شفتوا دابا انا غادي نبدل الراس، غادي نبدل الراس ديال، وغادي ندير لكم هذا. هذا كما قلت لكم هو اللي كنبرد به، هذا كنبرد به بحال هكذا. هذا كيبرد ماشي كينقص، يعني كيقاد الدوره، كيقاد الدوره. بغيتيها مسطحه، انا غادي ندير هذا مسطح باش تشوفوه. راه ما كتقصحش، يعني راه يسحب ليكم، راه كتقصح ولا كدير واحد الالم، وما كديرش واحد الالم، بالعكس كتحسي بالصبع ديالك بحال كيهرك، بحال كتهرجي، بحال كيهرك زعما الضفر ديالك. فانا ديجا واخدين واحد لافور، ما بغيتش نبدلهم بزاف، يعني غادي نعاود غير نفينيهم. كما كتشوفوا انا غادي غير ندوز عليهم بحال هكا. هانتوما كما كتشوفوا، كما قلت لكم هذا، هذا الا بغيتي تنقصي من الطول ديال الظفر، يعني هذا حاد شويه حرش غير هو ما حرش بزاف، يعني هذا كتبقاي دايره هكا 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 حتى كيتنقص لك داك الحجم ديال الظفر. وهذا هذا راه ديال الرجل، هذا ديال الرجلين، بما انه حرش كتقدري تقسمي ديري به حتى الرجلين، حتى الظفر ديال الرجلين. ودابا كدوزي كتاخدي هاد ليبونج هادو وكتديري مساج للضفيرات ديالك، كتديري مساج بحال هكا للضفيرات ديالك، ومنها كتسوسي ديك الخلايا الميتة لي تراكمات ليك تما. صراحه زوينه البنات هاد لاباري كتعاونك. واكيد هي راه كتشارجا بالضو، ماشي شي دونيت، كتشارجا غير شويه. كتشارجا بالضو ملي كتبغي تبدلي الراس ولا شي حاجه. انا غادي نشلل يديا بشويه ديال الماء، غادي نشلل يديا بالماء. هانتوما كما كتشوفوا، فاكيد راه غادي يبان لكم الفرق في الظفر من الاول على دابا. غادي ندوزو دابا للناس باش نقادو. هادي راه هي الطريقه اللي كيديروا، من بعد كيديروا لك لا فرانش، كيكون واحد بيت سكوتش كيدار هنايا على قبل الضفيرات باش ما يوصلهم حتى شي حاجه، يعني كيكونوا هما شويه منوعين في الماتيريال اللي عندهم، زايدين شويه على هادو اللي عندنا حنا في الدار. دابا غادي ندوز نوريكم كيفاش كيكون الماسك ديال اليدين اللي قلت لكم تقدروا ديروه حتى بالليل في وجهكم، ما عنده حتى شي اضرار، ما عنده حتى شي حاجه بالنسبه للناس اللي عندهم البشره الجافه ومكمشه، فراه زوين وكيصلح لهم بزاف. الماسك ديالنا نحتاجو هنايا معلقه ديال الزبده كما كتشوفوا، معلقه ديال الزبده وزيت الكليسيرين. راه ماشي بالضروره تاخذوا هذا النوع غير هذا النوع، البنات راه زوين، انا ما كنجيش ليه يشهر ولا شي حاجه، راه ديالي كنشري فلوسي. وكديروا شويه ديال زيت الكليسيرين بحال هكا. بالنسبه للناس اللي كيطبقوا زيت الكليسيرين مباشره على الوجه، فراه غادي يلاحظوا بانها كتعطي واحد السخونيه في الوجه. تقدروا ديروا زبده الكاريتين مع زيت الكليسيرين، كما قلت لكم فازلين، غادي يكون فازلين نوع زوين، حيت بما انكم غديروه في الوجه فراه صعيب. هاد سميتو كناخذو بحال هكا، كنرطب دوك المناطق اللي درت فيهم، اللي درت فيهم المانيكير،
حتى الدفيرات ديالي كنرطبهم. وانا غادي نخلي هذا الماسك هذا حتى الليل، غادي نديرو اليدين والرجلين، وغادي ندير عليه بابي ديال سلوفان، وكنخليه تقريبا واحد 20 دقيقة. من بعد كنحيدو وكننعس. الصباح ملي كتغسلي يديك ورجليك ووجهك، عرفتي ما نقولش لكم واحد النعومة، شي حاجة واعرة. كما قلت لكم الناس اللي عندهم حساسية من الزبدة وما كيقدروش عليها، فيقدروا يعوضوه بفازلين كما قلت لكم، اولا زبدة الكاريتي. كما كتشوفوا هنايا فاليديده ديالي دابا راه والضفيرات ولاو جاهزين باش ندير ليهم الفيرني. بالنسبه كما قلت لكم تقدروا تختاروا اي فيرني بغيتوا. صراحه انا كيعجبوني الالوان الغامقه في الفيرني، غادي تلاحظوها في الفيديوهات ديالي اكثر كندير الوان غامقه. وتقدروا كما قلت لكم ديروا حتى لا فرانش، يعني حتى لا فرانش تقدروا ديروها على حساب كل واحد اشنو كيبغي. هنايا غادي ندوز نصبغ الضفيرات ديالي. تهلاو فراسكم، كاينين العيالات اللي تلقاها ما كدير الفيرني من شحال وشحال، على حساب الصلاه فعلا الفيرني بالصلاه ما كتمشاش، ولكن ما يكونش فيكم العكس. دي سيلفون راه 5 دراهم ارخص واحد، يعني راه نديرها وسميتو. وبالنسبه للناس اللي ما كيكونش فيهم ما يبقاو يهزوه حتى داك القطن ويمسحوا داكشي، عرفتي ياخذوا بونجا ويقسموها على جوج، ديروها فشي بواطه اللي ما كيستعملوهاش، يعني بواطه غير تكون محلوله ماشي تكون قرعه، تكون بواطه هكذا محلوله، ويخويو عليها قرعه ديال ديسولفون، وقرعه تكون عندهم احتياطي باش هكذا الا نشفات ويسدوها يكونوا عوالين، يعني يكونوا عارفينها كتسد ديما نقص ما استعملوها. فملي كتكبي عليها كتشرب ديك القرعه ديال ديسولفون، كتكبي عليها كتكبيها على البونجا كامله، وملي كتحلي كتبغي تمسحي ما كتهزيش، كتبقى كديري غير هكا 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 صافي كيشرب لك داكشي الصباغه كامله، وما كتحتاجيش هكا تجلسي تبداي تمسحي بضفر بضفر. فمجربه هذه الطريقه، غير ما متوفرش عندي دابا، ما كون غادي نوريها لكم. وكتباع جاهزه، غير هي جاهزه كتباع بالثمن، واقيلا واش كدير شي 35 درهم، بينما تقدري تاخدي بونجا بدرهم ودي سولفون ب5 دراهم، وهانتي قضيتي غراض. يعني الحمد لله دابا راه الوقت طورات، واي حاجه تقدري ديريها لراسك، تقدري تصاوبيها لراسك بالمكونات اللي عندك وعلى حسب الاستطاعه ديالك. ثم كما كتشوفوا يعني كنقول لكم كاين فرق، كاين فرق ملي كتقدي الحاجه بوحديتك، صراحه كتفرحي بها وكتحسي بها، كتحسي براسك درتي شي حاجه. سيغسو المانيكور دابا 60 درهم، صالونات العاديه و100 درهم حتى 150 درهم صالونات اللي شويه غاليين وعندهم يعني ما كيخدموا ماركات معروفه. فتقدري كيما قلت لكم ديري المانيكور ديالك في الدار بوحديتك، وتهلاي في اليديدات ديالك وتغسليهم وديري ليهم كلشي. فكتعرفوا ها تيد ها جافيل ها، الله يحسن العوان. العيالات بالاخص اللي يديهم كيكونوا معرضين لسميتو، فما ديروش فيها راسكم حادقات بزاف. كنقولها انا وليلى، كنقولها للناس كاع اللي كيعرفوني، وما مره حداقي ومره عكزي شويه، يعني اللي كنقول لهم اللي بقيت فيه يجي يجمع ليا ولا يجي يدير ليا. تهلاي في راسك حيت ما غادي يدوم لك غير راسك، وبغي راسك وحسي براسك بانك انت راه قادره تعطي كلشي وقادره ديري كلشي. فالا ما شكرتيش راسك اولا فراه ما كاينش اللي يشكرك. البنات كما كتشوفوا هذا هو المانيكور ديالي. فانا دابا الا بغيت نشف ليا دغيا راه كندير غير يديا هنا. خاصني صراحه نمشي حدا البلاصه اللي فيها الضو باش نوريكم، غير باش تعرفوا بان هذه راه كتخدم ماشي هانتوما كما كتشوفوا كنضغط عليها. انا غادي ندوز نوريكم ونبرونشيها في الضو ونوريكم كيفاش انا هنايا بدلت البلاصه باش نشف الصباغه ديالي. هانتوما كما كتشوفوا غادي تسمعوا الصوت ديال الفرفاره، هي كتنشف الاظافر دغيا زعما. والناس بالنسبه للناس ما يعجزوش، الناس اللي كتدخل فيهم الصباغه تقدري ديري فيرني، وملي ديري فيرني تقدري تاخدي كاس ديال الماء بارد تصوطي عليها شويه، ملي تصوطي عليها شويه تكسي ديك داك الماء بارد، فهاد غير كتنشف
انا غادي نمشي في الاخر. غير هنا هذه بالنسبه لي الزربه عن طريق اللي زربان تاكد لي ما زربانش، لا غادي نصبغ الكرات ديالو وخليهم حتى يمسكوا على خاطرهم. كما كتشوفوا الضفيرات ديالي ها هما ناشفين واجدين. وكنشكركم بزاف 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 بزاف، كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه ودعموني بلي لايك ديالكم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا بزاف على الوفاء ديالكم. هلا يخطيكم.